اليوم اسمحوا لي أقدم لمخرج زميل بحب أعماله كما أنه بحب روحه. جاد، يلا يلا جاد شويري طلع لعنا بسرعة بسرعة. مبروك جاد. خصوصي انه انت من يلي ابتدوا بهلا مشوار الكليبات بالعالم العربي. انا قالوا لي اول ما بلشت انه افكارك مش بمحلها، صوتك مش بمحله، رقصك حركاتك كلك مش بمحلك بعالم بوسط فني ومجتمع بيرفض وبيخاف. اليوم هيدي رابع مره بتكرم كمنتج كفنان وكمخرج، بس حابب هالميوريكس بحد الذات اهدي مش بس للفريق العمل يلي اشتغل معي بويتيكان، ياما فريق النجمه مايا ديابل بتشاركني هالجائزه، بس بدي اهدي لكل شخص عم بيقدم موسيقى او افكار جديده اوقات بتشبه يلي قدمته من 15 سنه وقامت علي الدنيا. بس بدي اقول لهم ما في صح الا الصحيح، الموهبه ما بترجع الا بتبين، ونحن هيدا الابتكار وهيدا الابداع اللي عنا اياه بلبنان ان شاء الله منشوفه كمان مش بس بالفن يلي عم نشوفه على مسارحنا، رئيساتنا على اهم مسارح العالميه، تصاميم فساتين مصممينا على اهم مدارج والمهرجانات، لوحاتهم، افلامنا، مسلسلاتنا، ممثلينا، اغانينا بعدنا عم تكسم الارقام القياسيه، يعني بعد بس ناقص انه بالمجتمع وبالسياسه نجتمع نتقبل الاخر تنقدر نبني عن جد لبنان بيشبهنا وبيشبه الفن والانجازات اللي عم نعملها كل الوقت. Thank you very much. ألف مبروك.